السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا ومشاهدينا في العالم كله. احنا النهاردة يا جماعة جالنا اتصال بان واحد بيحش برسيم للمواشي بتاعته وشاف تعبان، بيقول تعبان ليه راس. احنا جينا ان شاء الله على ارض الواقع وداخلين على الطبيعة. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه اللي حصل يا حبيبي النهاردة؟ شفت ايه؟ انا بنحش برسيم لقيت حنش برسيم. معقول؟ اه، فبعت الولا اجري يلا نادى عمامك وبتاع وجبنا العوس. بس لما اتصلت بيك قلت له استنى الاستاذ عبد الحميد جاي لنا الحنش نظام برسيم، فاحنا مش عارفين بقى هو دخل في المكان دوت واحنا ما عادش عارفين نجيبه. هو زي ما انتم شايفين يا جماعه، هو لما شاف التعبان زعج لاخواته عشان خاطر يسيطروا على الموقف، ولما شافوا الموضوع طبعا جالهم حاله فوبيا وخافوا طبعا، تموا واقفين في ريح الشقه اهوت على ما جيت انا من المشوار بتاعي. واحنا ان شاء الله داخلين على الطبيعه، وادعونا ان شاء الله باذن الله ان ربنا يسترها معانا. الفاس زيت لو سمحت. والله ودي الفاس يا هو تدخل في الشقة دي؟ اه دخل في الشقة دي يا جماعة. الجرة هي جرة التعبان. هو دخل من هوت كده هوت، طلعت انا وراه دخل هنا برصين هو كده برصين هو كده برصين هو كده ماشي. فدخل هنا ما عادش لقيت حاجة بتبص كده برصين. الجو حار يا جماعه، واحنا زي ما قلنا شهر 4 شهر 5 يا جماعه موسم تزاوج التعابين. هو بيقول حنش برصين ممكن اللي جوه الذكر وانتهى، لان وقت موسم التزاوج حاليا دلوقتي. اوه كوبرا كوبرا يا جماعة. كوبرا يا جماعة سامة مصرية، بس لها دماغ واحدة لها راس واحدة هيت. يا مستخل الحال يا رب. اثنين يا جماعة، اثنين كوبرتين 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 يا جماعة. هو شافها في موسم التزاوج بتاعهم، قال عليهم كوبرة واحدة بس براسي. دي أول كوبرة يا جماعة، بس المكان مزنوق هنا واحنا خايفين الكوبرة التانية تطلع مننا. واحدة نقول لا لا هناخدهم بره يا جماعه ولا في المكان ده احسن ولا ايه؟ هنا احسن. خليك هنا خليك هنا. مكان صعب هنا يا جماعة، وما عشان نعرف عليك يا نسيطر على الكوبرتين في وقت واحد. فالحمد لله ان احنا وصلنا في وقت المناسب، لان وقت في موسم التزاوج التعابين دلوقت. سلك الهادي سلك الهادي سلك الهادي. هنضطر ننيم واحدة يا جماعة. نايمنا واحدة هيت.
نايمنا واحده يا جماعه اهيت، والتاني زي ما انتم شايفين اهيت، عشان خاطر نقدروا نسيطروا على الموقف. جو حار يا جماعة، مش هنقدر نلعبه معاه اكتر من كده. السم بتاعها يا جماعة طالع اهوت. الجو حار يا جماعة وتعب والله، وريت كل يشوف الفيديو ده هو تقدر تعبني واشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصل كل موجودي. الحمد لله يا جماعة ان طلعنا الكوبريتين ده هم بخير وسلام، وكل موجودين في عالم الطبيعة. ان عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا زرار. معاكم محمود الحداد سيد الطبيعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.